السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. كيف العادة ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع أصحابكم. شدو شي كوان خاوي، ديروا الكيتو وطفاو الضو. مشينا. بعد المرات كتحكم عليك الحياة تخدم شي خدمة اللي ما كنتيش كتوقعها ولا حاطها في البال، شي خدمة اللي ماشي بزاف يقدروا يديروها. أنا خدمتي كانت في سيارة نقل الأموات، معكم عادل، عندي 31 سنة، ماشي بزاف باش بديت هاد الخدمة، مزوج وعندي بنت. من كثرة المصاريف قررت نخدم جوج خدمات، في النهار كنخدم في المقاطعة وفي الليل كنخدم في هاد السيارات نقل الأموات. هاد الخدمة عمي اللي دبر ليا عليها حيت عارفني بلي محتاج. قلت معليش نزيد شي 3 ولا 4 سوايع في الليل، واخا يعطيوني غير 1500 درهم. مراتي كانت ديما كتقول لي واش ما كتخافش منين كتشوف الموت قدامك، كانوا كيجيوني عاديين فحال خشبه محطوطه. اموات اللي كنت كنهز معايا الاغلبيه ديالهم يا اما دايرين كسيده او وقعت لهم شي حادثه بحال الحريق ولا الغرق. وفي نفس الوقت كنت اتاثر ملي كنشوف داكشي، كنشوف الناس والحباب ديال الميت كيبكيو عليه، كتكون ديما الموت قدام عينيا. وهادشي خلاني نزهد بزاف في الدنيا. خدمت تقريبا شي شهرين ونص داغي ولفت ديك الخدمه، كتجيني سهله، نحرك الطوموبيل ننزل الميت نديه للسبيطار اولا من بعد نديه للمقبره باش يتدفن. حتى جا داك النهار، نهار اللي ما عمرني ما غنساه في حياتي كامله. كان عندي الروبو ديالي، فقت بكري في الصباح، ولكن على عكس الايام الاخرين فقت وانا معصب وباغي غير معامل، لدرجة اني غوت على المدام ديالي واخا ما عمرني ما رفعت عليها صوتي. خرجت معصب من الدار وقررت باش نفطر على برا، وانا كنفطر حتى عيط ليا صاحبي وقال لي بلي ما غيقدرش يجي وبلي خاصني نجي باش نخدم في بلاصتو. ومن بعد عاد يعود ليا هاد النهار ديال الروبو. داك النهار كان عقل، كان الحد، كان ناخد الروبو نهار الحد بالعاني باش ندوز نهاري كامل وانا مرتاح. وكان جلس مع بنتي شوية اللي ما كنتش كنشوفها السيمانة كاملة تقريبا. داك الصاحب بقى كيرغبني وما قدرش نقول ليه لا، كون غير قلت لا. وصل الليل وهما يعيطوا ليا، قالوا ليا بلي كاين شي حريق في شي منطقة وماتوا شي ناس. اللي وصلت لتماك لقيت الدنيا مرونة، البوليس، البومبية وحتى لومبيلونس، الناس كاملين كيغوتوا، شي طايح في الارض ومحروق وشي عامر دمايات، وحدين هازين سطوله وكيخويو في الماء بغان يطفاو ديك العافيه. بومبيه كاملين ما قدروش يطفاو ديك العافيه، كان شابكه ديال بصح. اول مره نشوف شي عافيه قد هكاك، كانوا الناس خايفين. هذوك اللي تحرقوا وهما مخرجينهم كان واحد المنظر صعيب شويه. اول مره غنشوف هاد الجثث كاملين قدامي، كان خاصني نقلهم كاملين ونديهم، وبطبيعة الحال خاصني العوين. ومن ظهري داك النهار كانت عندي الخدمة بزايد، هادي هي دير خير ما يطرى باس. عائلاتهم كيبكيو وكيتقطعوا قدامي، كيطيحوا في الارض وما كيخليوكش تهز الجثة ديال الضحية. شفت في واحد الجهة اخرى ولقيت شي عيالات كيضحكوا وعاجبهم الحال، شدني الفضول وقلت غنقرب ليهم ونسمعهم اش كيقولوا. كانوا حاضرين واحد الدار بالضبط، كانت شاعله فيها العافيه اكثر من الديور الاخرين. بقيت كنحققت انا في ديك الدار، ما ليا شي واحد بحال كيطلب من الشرجم، ولكن قلت راه يمكن غير كنت خايل. البومبي عياو ما يطفيو ومازال ما قدروش يطفيو ديك العافيه. سمعت دوك العيالات كيقولوا واخيرا تهنينا منها، ديك السحاره المشعوده كانت خارجه لنا على الحومه، الله ياخذ فيها الحق، ما مشات حتى دات معاها بزاف الارواح. وانا واقف حداهم كنتصنت ليهم حتى عطاني واحد البوليسي الاشاره وقال لي اجي. مشيت باش نهز دوك الموتى اللي تماك، هزيت بجوج بجوج، عيطوا ليهم باش يزيدوا شي طوموبيل اخرى اللي تعاوني. كان المجموع ديال الضحايا شي 9 تقريبا، هزيت جوج الاولين وواحد الدري كان خدام معايا هز جوج اخرين، ديناهم وعاودنا رجعنا للربعه الاخرين. من بعد بقات غير ضحيه وحده، قال لي الدري اللي معايا صافي ما كاين لاش، سير نتايا بوحدك. قلت ليه واخا، رجعت لتماك
لقيت العافية بدات كتطفى شوية، حاطين ديك الجوتة ومغطينها بإزار كحل والعيالات دايرين بيها وكيقولوا وأخيرا ماتت تهنينا منها. هزيت راسي في وحدة منهم وقلت لها عيبة الشريفة تقوليها هكا، قالت لي انت ما عارفش شنو دوزات علينا هاد المرة، راها منحوسه ومن نار دخلت لحومتنا وحنا عايشين في العادات. وحده اخرى قالت لي رد البال ولدي وانت غادي بيها، راها شيطان ماشي بنادم. بقيت كنضحك وقلت لهم استعدوا بالله وخليوا السيده منها لمولاها، دعيو معاها بالرحمه راها ميته زعما. هزيتها وكانت هذيك هي اخر جثه عندي، كانت ثقيله بزاف وخا كتبان ضعيفه، وانا باغي نهزها زلق ليا ليزار من فوقها، وتماك شفت وجهها اللي كان كله كحل قوت ما تحرقات. ديناها ودخلناها في داك الكيس ديال الاموات وسدينا عليها، طلعتها اللور في الطوموبيل وتحركت. كنقول مع راسي هادي اخر جثة وغادي نمشي لداري وغنرتاح. في طريقي كندوز على واحد الغابة، كانت الطريق خاوية حيت كان الليل الثقيل وما كنسمع حتى شي حاجة من غير صوت الطوموبيل، وانا غادي حتى كنسمع صوت تخرشيش جاي من داك الكيس اللي عندي اللور. قلت لا وقيل غير كيجيب لي الله مع الريح، ولكن داك الصوت كان غادي وكيزيد. من بعد سمعت صوت ديك السنسلة وهي كتحل، السنسلة ديال الساشي اللي كنت داير فيه ديك المرة المحروقة. بدا كيدخل معايا الشك وبديت كنحس بالخوف، وقفت الطوموبيل هبطت باش نحلها من اللور، وانا كنذكر الله حليتها ضويت بالبيل ديال التليفون ولقيت الامور عادية ما كاين والو. سديت الباب ورجعت باش نسوق وانا كنقول عدو بلا مشي طراجي، هاد الناس يدخلوا لك الوسواس بالزز. بديت كنتفكر لهضرة العيالات اللي كانوا كيقولوا قبائل شحال وصاوني باش رد البال منا. مهم قلت ما غنتسوقش ما بقالي والو وغنوصل للسبيطار. ديك الطريق دازت طويلة بزاف وما فهمتش علاش، انا مشيت جوج المرات وجيت وما كانش بحال هكا، يمكن بديت كنعيا حيت ما عمرني ما خدمت بحال هكا. كنت تقريبا كل نهار الى وصلت كنوصل جوتة واحدة غادي صايق، وعاوتاني رجع داك الثقيل شويه حتى كنسمع ديك الخبطه اللي هزات ليا قلبي، الخبطه اللي جايه من اللور بحال شي واحد زدح شي حاجه. لحميت بورش عليا وتخلعت بزاف، ما عمرو ما طرا ليا شي حاجه بحال هكا. تلفت اللور باش نشوف شنو واقع، كان عندنا واحد الشبيك اللي كيطلع على داكشي اللي كاين اللور. قلت غنطل منه بلا ما نحبس عاوتاني ونزل، طليت منه ويجي وجهي في وجهها محروقه والنصف شعرها طاير، عينيها بوحدهم اللي كيبانوا بقوه ما وجهها كحل. في ديك اللحظه تقلبات بيا الطوموبيل وما بقيت عاقل على والو، حتى لقيت راسي في السبيطار. ملي فقت لقيت المدام ديالي حدايا وبنتي، قالت لي كيف بقيتي يا عادل؟ قلت لها بخير الحمد لله شنو طرا ليا؟ قالت لي راك درتي كسيده كنتي عيان بزاف يمكن بقوه الخدمه. تماك تفكرت كاع داكشي اللي طرا، وجا ديك المرا اللي كان اخر حاجه شفتها، كنت صفر وكل اللي كنت راعد. مراتي قالت لي يا كلاب شنو طاريلك؟ قلت لها راه كنت جايب واحد الجوته وما عرفتش شنو طرا حتى تقلبت. قالت لي اه راه البوليس بغاو يهضروا معاك حيت ما لقاو حتى شي جوته في الطوموبيل. بقيت مصدوم وما عارف شنو نقول ليهم، شكون اللي غيثق بهاد الهضره الا قلتها له؟ دخلوا لعندي وبداو كيحقوا معايا. ملي عاودت لهم داكشي اللي طرا قالوا لي واش انت مسطي ولا كتسطى علينا؟ المراج بدوها محروقة وتأكدنا باللي ميتة عاد عطيناها ليك، وديك الجثة كانت أمانة عندك يعني خاصك توصلها للسبيطار، وبما أنها ما كيناش غتحمل العقوبة. قلت لهم ثقوا بيا ديك المرأة راه ما ماتتش، راها بقى حية، راها وقفات وشافت فيا وبسببها تقلبت بيا الطوموبيل. داك السيد اللي قلبها باش عطاها ليا جا لعندي وقال لي أنا متأكد باللي كانت ميتة، حنا ما كنغلطوش في هاد الشي. قلت ليه شحال واحد كان ميت ورجع للحياة، قدر يكون كاين شي غلط، حتى شي واحد ما تيقني حتى من مراتي اللي كانت كتشوف فيا من بعيد وهي مستغربة لهاد الشي اللي كنقول. قالوا لي ارتاح دابا ومن بعد غنجيو باش نديوك، حطوا واحد الحارس قدام الباب. وليت كنبان ليهم فحال شي مجرم، وانا كنت كندير غير في خدمتي. مراتي بقات واقفة وما عارفة ما تقول ليا. قلت لها ثقي بيا
راك عارفة يعني ما كان كدبش في هاد الشي. هذيك السيدة راها ناضت وبسببها تخلبات بيا الطوموبيل. مراتي بقات ساكتة وقالت لي غارجع عندك من بعد. خرجت وجرات معاها البنت. ملي شفت الوضع فحال هكاك وغادي نمشي فيها قررت باش نهرب. ما كان عندي حتى شي حل اخر وتا شي واحد ما تاق بيا. خاصني نهرب ونقلب على ديك الجثة بيدي. هادشي الا كانت بصح ميتة. كان واحد الممرض كيجي عندي كل 3 سوايع باش يطلع عليا. تخبيت من مورا الباب باش حسيت بيه جاي. ملي دخل عندي ضربته حتى غيب. خديت لي حوايجو ولبستهم وخرجت بيهم. البوليسي اللي كان في الباب ما دابا جاب. سديت عليه البيت من برا. غادي كان جري خارج من السبيطار وفي نفس الوقت رد البال لا يشوفني شي واحد. خديت اول تاكسي لقيته قدامي. قال لي فين ديك؟ قلت لي غير سير حيد من هنايا. بقى غادي بيا حتى وصلت لديك الطريق المهجوره اللي كانت حداها الغابه واللي وقعت لي فيها ديك الكسيده. وقلت لي صافي نزلني غير هنا. ما لقيت باش نخلصو حيت واحد الساعه ديالي غاليه وعطيتها ليه. قلت لي هادي راه فوق الثمن اللي جاني. بقيت غير واقف تما قدام ديك الغابه ما عارف شنو ندير ولا فين نمشي. ديك الغابه كانت عندها واحد الهيبه في شكل فيها الثقيل شويه وانا اسمع واحد الصوت جاي من الداخل. قلت غنزعم وندخل ما عندي حتى شي حل اخر. بما اني درت الكسيده هنايا غتكون هي دخلت للغابه وما دازوش شي سوايع كتار يعني غتكون باقا هنايا. شعلت البيل ديال التليفون وسميت الداخل. كنت خايف بزاف ولكن خاصني نلقاها. غادي وما عرفتش راسي فين كنعفط حتى شدات لي شي حاجه في رجلي. طحت في الارض وتخلعت. طاح لي التليفون وما قدرتش نضوي ونشوف شنو واقع. بديت راجع باللور وانا كنزحف. كنقلب بيدي حتى لقيت تليفوني وانا نضوي. ملي شفت وجهها بديت كنغوت غير بوحدي. كانت كتخلع كتخلع بزاف. جالسة ومسندة على الشجرة والدم هابط ليها من رجليها. ما فهمتش كيفاش بقات حية من مورا هادشي كامل. يمكن كيف ما كانوا كيقولوا العيالات هادي شيطانة. وقفت وقلت لها خرجتي عليا شنو بغيتي عندي؟ بسببك غنمشي للحبس. غادا تزيدي معايا دابا عند البوليس وغنفكو هاد الجرة. شافت فيا وقالت لي تهدن. هذيك كانت اول مرة غنسمع صوتها. كان صوتها مبحوح ديال شي مرا شارفة وخا هي كتبان عندها غير 40 عام. قالت لي غندير داكشي اللي بغيتي ولكن بشرط خاصك تعاوني. قلت لها كيفاش غنعاونك وشنو بغيتيني ندير لك؟ الحاجة الوحيدة اللي نقدر ندير معاك هي نعيط لومبيلونس يجيو يعاونوك. قالت لي لا انا مبقتش باغا نعيش ولكن عندي مهمة اخيرة خاصني نديرها. الا ما كملتهاش غنبقى نتعذب حتى نموت. قالت لي اول حاجة خاصك تمشي معايا للمقبرة. قلت له علاش غنمشي معاك لهاد المقبرة؟ انا ما مضطرش ندير هادشي. غنعيط للبوليس وغايجيو لك دابا يهزوك. قالت لي كيف ما منعتك في المرة الاولى غنمنعك حتى دابا. ما تقدرش عليا ما تحاولش تحداني. هذه هي الفرصة اللي عندك إلا بغيتي تثبت البراءة ديالك. إما غتزيد معايا نكمل المهمة ديالي وإما ما عمرك ما غتشوفني وغتعشش في الحباسات. وأصلا راه ما يخليوكش تخرج سالم من هاد الغابة. شفت فيها وأنا مازال مخلوع منها. قلت ليها اش كتقولي؟ قالت لي آه أنا عندي أعوان من الجن وماشي أي نوع من الجن. عندي غير المرادة وراهم ما كيعصاونيش وما في قلبهمش الرحمة. غتعيش حياتك كلها وما تابعينك وما عمرهم ما يخليوك تعيش مرتاح. بقيت جالس وكنفكر وما عارف شنو ندير وهي كتوسوس ليا في راسي بحال شي شيطانة. كنقول لها سكتيني خليني نفكر. بقيت كنقول مع راسي تقدر تموت في اي لحظة ونزل الجثة ديالها وديال البوليس عادي بحال ما طاري والو. ولكن صدماتني ملي قالت لي هاد الفكرة اللي كنت كنفكر فيها وقالت لي غير كون هاني اي حاجة فكرتي فيها انا كنعرفها. وانا قلت لك ما عمرهم ما غيخليوك في راحتك. قالت لي اش خبار بنتك آسية؟ ملي سمعت سميت بنتي تزاد معايا السايد وتخلعت. وقلت لها صافي انا غنعاونك ولكن ما تقيسيش عائلتي. عاونتها حتى وقفات وتمينا غادي لجهة المقبرة اللي كانت بعيدة تقريبا بشي نص ساعة. وفي ديك الطريق كاملة كنلاحظ شي حوايج لي في شكل. كانت كتهضر مع جنابها وكتضحك وكتشوف الفوق وتعاود تشوف لتحت.
وكانوا شي خيالات طريق كامله وهما دايرين بينا، وعاد ديك الريحه اللي كانت كتخرج منها وهي كتخنق شويه. وانا غادي مسنده حتى بان قدامنا واحد الكلب كحل، ما عرفتوش منين خرج. كنت غنطيح في ديك اللحظه، قالت لي ما تخافش هذا هو اللي غيورينا الطريق، هذا واحد من الاعوان ديالي. هاد المره كل ساعه كتزيد تفاجئني. بقينا غاديين حتى خرجنا من ديك الغابه وبانت لي المقبره. قلت لها ما نقدرش انا خايف. قالت لي ما عندكش مناش تخاف. قلت لها وزيدون علاش جايه لهنا اصلا؟ علاش كتقلبي؟ جبدات واحد توب كحل وقالت لي على قبل هذا. شفت فيها وقلت لها شنو هاد الشي تاني؟ قالت لي هذا خصني ندفنه في واحد القبر وانت غتعاوني ملي نكون كندير الطقوس. قلت لها وانا شبيني وبين هاد الشي؟ قالت لي غدير داكشي اللي كنقول لك وغتسكت. انا مول في هاد الشي ومبقيتش كنتخلع. من مورا ما نسالي وتقدر دير الجثة ديالي للبوليس. تميت غادي هابط انا وياها، كل ساعة كنزلق وكنوض حيت ديك المقبرة جات محدورة على الغابة. اما هي كانت كتمشى عادي فحال مولفة هاد الطريق. داك الكلب غادي قدامنا وكل ساعة كيتلفت يشوف فينا، عينيه كانوا في شكل ماشي فحال الكلاب العاديين. بقى غادي حتى وصل عند واحد القبر وهو يحبس، بدا كيحفر وكينبح تماك. بقات كضحك وقالت لي يلا اجي عاوني. صفقات عليه هو يغبر في لحظة ما بقاش كيبان. انا مبلوكي في بلاصتي ومازال مصدوم داكشي اللي وقع، وهي كتقول لي السر بيطلقني ما عنديش الوقت بزاف. عطاتني داك الساك اللي كانت هازه في ظهرها، جبت منه واحد الشمع كحل. قالت لي غتشعلو كامل وغديرو في القناه ديال القبر، وحده غديرها الوسط. درت ربعه الشمعات في الجناب ديال القبر وحده درتها الوسط كيف ما وصاتني. جبدت داك التوب اللي وراتني قبيله، بدات كتقرا شي طلاسم وكتقلب في عينيها. انا تخلعت، هي كتغوت وكدير شي اصوات في شكل. كان كيقول لي راسي نهرب من تماك، ولكن تخلعت خفت على دير شي حاجه لعائلتي. دوك الخيالات اللي كانوا معنا في الطريق مازالين معانا، كنحس بيهم حدايا ودايرين بيا. بدات كتحفر جهه داك القبر، شدات داك التوب الكحل اللي قرات عليه وعطاته ليا وقالت لي هاك دفنو تماك. قلت لها وعلاش اللي ما دفنيش انتي؟ قالت لي انا يديا ما بقاوش صالحين لهاد الشيء، خديته من عندها وانا كل اللي كنترعد وكنقول يا ربي تسمح لي على هاد الشيء اللي كان داير. درتو في ديك الحفره ورديت عليه التراب. ما عمرني كنت كنتخيل راسي في هاد الوضع. صافي قالت لي هنا المهمه ديالي سالات. قالت لي ما حد هاد الشمع كيطفى وانا القوه ديالي كتزيد تنقص، وملي غيطفى كامل غنكون مت في ديك الساعه، وهكا تقدر تدي الجثه ديالي للبوليس وتعتق راسك. بقيت كنتسنى معاها حتى طلع النهار وطفى داك الشمع، وبالفعل ملي درت عندها لقيتها طايحه جامده في بلاصتها وما كتحركش، وجهها زاد كحال وشوفها فيها ما كتبشرش بالخير. هزيتها فوق كتافي وغادي خارج بيها. شافني الحارس المقبره جا عندي كيجري، ما حسيت بيه حتى وقف عليا وهز واحد المادريه في يديه. قال لي فين غادي يا عدو الله؟ شنو كنتي كدير تما؟ شكون هاد المرأة وعلاش قتلتيها؟ وعلاش انت هنايا؟ كنتي باغي تدفنها ياك؟ ولا ياك ما جبتيها من شي قبر؟ بقيت كنقول شنو هاد الوحلة عاوتاني طحت فيها. قلت ليه الشريف ما تفهمنيش غلط، قال لي تبقى معايا حتى يجيو البوليس. انا عيان وما واكلش من البارح، شاداني السخفة. ما عرفت شنو هاد النحس اللي ولا تابعني، يمكن بسبب داكشي اللي درت. شي ساعة وانا كنتسنى عاد جاو البوليس، ما هضروش معايا، داروا لي المينوط وطلعوني. جابوا ديك الطوموبيل ديال نقل الاموات اللي وليت غير كنشوفها لحمي كيتبورش. هزوا الجثه ديال ديك السحاره، وصلوا للكوميساريه وفهمتهم شنو واقع، ومن ظهري كانوا متاكدين باللي الجثه اصلا كانت ميته. طيب الشرعي والناس ديال التشريح اكدوا هاد الشيء، ولكن السؤال اللي كان محيرني ودارني في راسي كيفاش ديك المراه دارت راسها ميته. وكل شيء تاكد من هاد الشيء. ملي كنت غادي بها ناضت ليا في الطريق، قلت مع راسي هادشي غيكون عنده علاقه بداكشي اللي كدير. البوليس ربطوا الاحداث وتماك عرفوا كلشي وخرجوني. رجعت عند مراتي اللي كانت خايفه عليا بزاف، ملي شافتني تصدمات. قالت لي علاش هربتي من السبيطار؟ راه كلشي كيقلب عليك. قلت لها صافي غير تهناي كلشي ساهله.
وهاد الخدمة غير نسايا حيت ما عمرني ما غرجع ليها. كان كيحسب لي بلي المعاناة ديالي غتسالي في ديك الليلة، ولكن لا، تماك عاد بدات. لقيت راسي داخل في واحد الدوامة وواحد العالم آخر اللي ما عندي عليه حتى شي فكرة. في الليل كنكون ناعس بوحدي حتى كنتهز وكنتخبط، مراتي تخلعات وما بقاش قادرة تنعس حدايا. كنفيق كنغوت وكلي عرقان، كنشوف وجه ديك السحارة اللي ما بغاش يحيد ليا من البال. ديما كنحلم بيها كتجي عندي، كتعطيني واحد الكتاب وكتقول لي نوبتك جات. شي 3 سنين وانا كنعاني، كل مرة كيجيو لعندي يوقفوا عليا في الحلم وكيقولوا لي بلي خصني نكمل المهام ديال ديك المرأة، ولكن انا ما كنتش باغي ندخل في ديك الطريق. حتى جا الفراج من عند الله، واحد المرأة من العائلة شكيت لي على هاد الشي، عاونتني وقالت لي خصك تديني القبر اللي دفنتي فيه داك الشي، بالنسبة لهم انت شاركتي فيه، يعني انت غتولي في بلاصتها، خاصنا نبطلوه حيت راه خايب واديتي به بزاف الناس. صراحة ما بقيتش عاقل فين جا داك القبر بالضبط، حيت القبورات زادوا، وحتى السمية ما رديتش ليها البال حيت كنت خايف. ديتها لتماك وبقينا غاديين انا وياها، حتى وقفت عند واحد القبر وسولتني وش هو هذا. بقيت كنشوف وكنحقق فيه مزيان، في الاخر قلت ليها اه هو هذاك. بديت كنحفر ولقيت داك التوب، ملي حليتو لقيت فيه تصاور ديال راجل ومراتو وبنتهم الصغيرة، حتى هي مرسومين فيهم شي طلاسم ومكتوبة شي حاجة بالدم، ملويين في الشعر ديال المرأة والملابس الداخلية ديال الراجل. قالت لي ها انت ولدي، هادشي اللي قلت لك هو اللي كاين، راك دمرتي هاد العائلة، اول حاجة خاصنا نديرو هي نفكوهم، وتاني حاجة خاصك تمشي تطلب منهم السماحة. وداكشي اللي كان، حرقنا داكشي وقلت غنرجع للحومة القديمة ديال ديك السحارة، وتما كنسول على ديك العائلة. بقيت كنسول حتى لقيتهم، ملي دقيت الباب وتحل تصدمت، اللي شاف الراجل في التصويره وشافه مباشره ما يقولش هو. كان ضعيف بزاف وشعره كله طاح، وجهه ولا اصفر وسنانه النص فيهم طايح. قلت لي خاصني ندخل ضروري ندوي معاك. دخلت ويا تبالي البنت كانت جالسه في كرسي متحرك. تماك عرفت باللي الذنب اللي درت كبير بزاف، طحت في الارض وبديت كنبكي. قلت لهم عافاكم لما سمحوا لي، انا السبب في هادشي كله. عاودت ليه كاع داكشي اللي طرا، الراجل بدا كيغوت عليا وكيضرب فيا. قلت ليه راه ماشي ذنبي وهي اللي بزات عليا هادشي، وانا ما كنتش عارف باللي دايره باش تأدي شي واحد. من بعد ايام وانا غادي جاي عند داك الراجل عاد سمح ليا. تما كرتاحيت شويه. دوك المرضى بقاو كيجيو عندي في الليل، كل ليله تقريبا كنت كنحلم بيهم، ولكن المراه قالت لي ما ديهاش فيهم وما تنفذش داكشي اللي بغاو. وداكشي اللي كان، دازت مدة وما بقى كيبان ليا والو، وكانت هادي هي قصتي. شكرا لكاع الناس اللي تصنتوا ليا. خوت هنا كتسالي القصة، تلاقاو في القصة الجاية والسلام عليكم.